خبي وشك ليه؟ بصلي اللي عامله في نفسك ده؟ انت عايزه مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي من تحت راسك؟ يعني ايه عايزه منك ايه؟ انت اخويا. انت اخويا؟ انت اخويا وسبتك تقرب مني. انت اخويا وسبتك تحبني. انت اخويا وسبتك تطلبني للجواز. انا ما سبتكش تقرب مني على فكره. انت اللي عشت الحكايه مع نفسك. لازم تفهم ان انا ماليش دعوه باللي حصل ولا ليا ذنب. لو عليا كان نفسي اقول لك ان اختك من زمان من اول مره، بس خفت ما تصدقونيش. ولما مراد عرف ان انا بنته اجبرني ان انا اخبي الحقيقه عن الكل. مراد هو السبب في كل اللي احنا فيه. مش هسمع اسم الراجل ده تاني. معرفش ازاي قدر يخدعنا انا وامي وساره طول الوقت ده. يخدعك انت وساره ممكن، بس امك لا. معلش اسمح لي. يعني ايه؟ يعني امك ورا اللي حصل بالاتفاق مع مصطفى وبعلم مراد. وصافي ايه دخلها بموضوع زي ده؟ صافي ورا كل اللي حصل يا شريف، لما هي ومصطفى عرفوا علاقة أمي بأبوك أجبروا إنه يسيبها. يا ريت وقفت على كده وخلاص. لا، دول ساقوا فيها، لفقوا الأم القضية ودخلوها السجن ظلم. حرموني أنا أتربى مع أبويا ومعاكم. بعتولها نسوان على السجن عشان ينزلوا الجنين، بس أنا عشت في مهجر 17 سنة وأمي وأبويا موجودين في الدنيا، بس عشت يتيمة. لما كانت بتيجي زيارة أمي في السجن كنت بقف في طابور مع ناس معرفهاش، ملحقش أشبع من ريحتها. يقولوا الزيارة خلصت وأرجع تاني أقف في طابور تاني. كابوس كان بيتكرر كل 15 يوم. في الوقت اللي أنت وسارة كنتوا بتتعلموا في أحسن مدارس وبتلفوا العالم وعايشين في فيلل، أنا كنت بتبهدل في الملجأ. كنت بعيش على وجبة واحدة باليومين والتلاتة، أقعد بنفس الهدوم بالأسابيع. كل ده ليه؟ عشان مدام صافي مش عايزة حد يشارك عيالها في ورث أبوها. أمك مخدوعة يا حرام. وسارة بس اللي اتخدعته من صافي ومن مراد. بصلي ما تردش ليه. بصلي يا شريف. ايه ده بتعيط؟ وجعتك الحكاوي؟ امال لو عشت وجعي طول السنين اللي فاتت كنت هتعمل ايه؟ أنا مبسوط جدا إن إحنا خلاص قدرنا نوصل لاتفاق، مع إن المفروض كانت الخطوة دي تحصل من زمان. مش مهم الخطوة دي كانت تتاخد من إمتى، المهم إننا أخيرا هنضم شركتنا على شركتكم في السوق، وبدل ما كنا منافسين لبعض هنكون إيد واحدة، ودي صيغة مقترحة من عقد الاندماج. يا ريت الأستاذ المحامية تراجعها. اتفضل يا فندم. اتفضل يا أستاذ منصور. شكرا. مدام سارة، دي نسخة من العقد اللي المفروض حضرتك هتراجعيها. جيت هنا امتى؟ مدام سارة، انت كويسة؟ ومين الراجل اللي دبدوب قوي في نفسه؟ مدام سارة،
طبعا مدام. انا اتجوزت دي 6 4 مرات مثلا كده، مش فاكره قوي. طب وانتوا اخر مره عملت حاجه مع بعض جت امتى؟ ايه قله الادب والسفاله؟ ده ساره، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بعمل ايه؟ اعمل اللي انا عايزاه، انا حره، انا براحتي. يلا يلا اطلع انت وهي، انت ماشي مع احد، يلا اطلع بره. انا غلطان ان انا قبلت اجي اقعد مع عيله في سنك، واعتبري اي اتفاق بينا لاغي، وبلغ مراد بيه ان انا ما يشرفنيش ان انا اجي اتعامل معاكم تاني. ان شاء الله معاك اتعاملت. يلا يلا يا بهايم اطلع، يلا بره، يلا اطلع بره، يلا يلا اطلع بره بسرعه بسرعه بسرعه. اطلع انت، مستني ايه؟ اللي حصل ده مش قله تقدير واستهتار، لا ده خيانة. لما بنود قانون الاستثمار تتسرب للصحافة يبقى خرجت من مكتبي من هنا. لما القانون ينتشر قبل ما تطلع موافقة مجلس الوزراء يبقى في حد بيشتغل علشان يهز منصبي. يا سيادة الوزيرة، أكيد في كده حاجة غلط، في سوء تفاهم يا فندم. المعلومات دي اللي يمكن حد من مكتب حضرتك يقدر يخرجها بره للصحافة. وبعدين يا فندم احنا حدودنا كموظفين عارفينها كويس. دي مش أول مرة تحصل، أنا متأكدة حد في الوزارة بيشتغل لصالح أعدائي. سمعت الوزيرة. مش عايز اسمع، كفاية خلاص. الطقم كله ما يلزمنيش، هتتحولوا للتحقيق. اتفضلوا اتفضلوا. أنا آسفة مرة تانية معاليك، أوعدك الغلطة دي مش هتتكرر، أوعدك. لو اتكررت مرة تانية لمعاليك مطلق الحرية تتصرف، وأنا هتحمل المسؤولية كاملة، أوعدك. متشكرة متشكرة. سارة انت بتعملي ايه؟ سارة خدني يا ماما. وايه تعالي بسمع فين؟ انت بتعملي ايه؟ انت اتجننتي؟ تعالي معايا انزلي معايا دلوقتي حالا. لا لا يا عزمي هروح عليك ميه، هروح عليك ميه. هتسيبي معايا كده؟ اتجننتي يا عزمي.